صباح الخير، حلقة جديدة من أخبار الصباح لليوم الاثنين. لا صوت يعلو فوق صوت الجيش اللبناني. قصر المؤتمرات بدبي بيحتفل بعيد الجيش. آخر إصدارات الكتب وهو كتاب بعنوان فيلم نوار 100 All Time Favorites. رح منكون مع تفاصيله مع زميلتنا مريم، بالإضافة لتقارير منوعة خلال الحلقة. البداية بتكون مع حال الطقس وأستاذ وسام عبد الله. صباح الخير أستاذ عبد الله. صباح النور، يعطيك العافية. أهلين، أهلا وسهلا فيك. كيف رح يكفي طقسنا لليوم؟ مبدئيا في يبدو في عنا منخفض جوي بسيط متمركز فوق قبرص، عم بيأثر شوي على حوض الشارع المتوسط العمان الجايين. توقعات الطقس اليوم حيكون عنا غائم زئيان، رياح ناشطة واستقرار درجات الحرارة. الطريقة بكافة الطقس كمان غائم زئيان، في عنا رياح شوي ناشطة، ارتفاع بدرجات الحرارة، حيتكون عنا شوية ضباب على المرتفعات، احتمال تعطي شوية أمطار خفيفة صوب مناطق شمالية. نعم. الأربعة بيرجع الطقس الحالة الطبيعية، غائم زيان، فعن استقرار درجة الحرارة. نعم. المتوقع الحرارات مبدئيا المتوقع عنا للتنين على الساحل من 23 ل 32، بجبال 16 25، الأرز من 9 ل 22، بالداخل من 18 ل 31. نعم. رياح سطحية جنوبية غربية، سرعتها من 15 ل 45 كيلومتر بالساعة. الرطوبة من 55 ل 25%. الحال البحر معطي حراره الماء 29 درجه. هذا كل شيء بالنسبه للطقس. شكرا لك استاذ وسام، نتمنى لك نهار حلو. اهلا وسهلا فيك. صباح الخير جوال. صباح الخير لي لك للمشاهدين. رح نعمل جوله على ابرز العناوين اللي صدرت بصحف اليوم والابرز فيها ما يجري في عرسال بين الجيش وداعش. اذا عناوين اليوم الاثنين 4 اب 2014. مثل العادة بنبدأ مع عناوين صحيفة النهار. لبنان عرضة للإرهاب السوري والجيش يواجه، تفاوض غير مباشر لم يتوصل إلى وقف النار. الجيش قدم 10 شهداء و35 جريحا ووقع له 14 عسكريا في الأسر. وزراء الكتائب سيطالبون بتوسيع نقاط 1701 ليشمل الحدود الشرقية. ضمن أسرار الآلهة، سمع رئيس حكومة سابق يقول إنها المرة الأولى التي تتحول فيها معركة الانتخابات الرئاسية معركة نصاب، فمن يستطيع تأمينه تزداد حظوظه بالفوز. لم يتم التوصل حتى الآن إلى اتفاق على تحديد مدة التمديد لمجلس النواب. يخشى مسؤول أمني أن يؤثر استمرار الشغور الرئاسي في تنفيذ برنامج تسليح الجيش بالهبة السعودية. يتجه رئيس بلدية كسروانية إلى الاستقالة لعجزه عن وقف مخالفة بناء تخص أحد النافذين في الدولة. اتخذ حزب الله إجراءات أمنية إضافية في القرى الشيعية المحاذية للحدود ولقرى سنية. وبختم النهار مع قلم نيلة تويني ومقال اليوم بعنوان كلنا مع الجيش. بصحيفة السفير لليوم وبصورة رئيسية نشرت فيها أسامي وصور لشهداء الجيش اللبناني، وبالعنوان الرئيسي عرسال أسيرة والجيش يفتدي لبنان بدمائه، الخيارات العسكرية تنتظر تغطية سياسية ناقصة. النار الإسرائيلية تستهدف الأطفال، 3200 شهيد وجريح. العدو يسحب قواته من غزة والفصائل تتوحد حول المقاومة في القاهرة. المقاومة الإلكترونية تحاصر إسرائيل. تفكك الجبهة الإسلامية في سوريا. المسلحون يمطرون دمشق بالقذائف. وختاما في السفير، داعش يسيطر على معقل الإيزيديين. من السفير إلى عناوين الحياة، الجيش يسترد مواقع في عرسال ويؤكد المواجهة. أهوجي ينبه من نقل معركة سوريا إلى لبنان والحريري للحياة، القوى الأمنية خط أحمر. مجزرتان في رفح تواكبان مساعي التهدئة في القاهرة. خادم الحرمين يبحث مع ولي عهد أبو ظبي الوضع في غزة، وبان يندد بالعمل الإجرامي، وأوروبا والصين تدعوان إلى وقف للنار. فرار مئات الألاف من أتباع الطائفة الإيزيدية إلى الجبال المجاورة. داعش يوسع دولته بعد طرد البشمركة من سنجار. عشرات القتلى والجرحى بغارات على الغوطة الشرقية لدمشق. 18 تنظيما مقاتلا تؤسس مجلس قيادة الثورة. الجزائر تستنفر قواتها برا وجوا بعد رصد تهديد جدي من ليبيا. وبختم الحياة بقلم غسان شربل من الموصل إلى عرسال. في عناوين صحيفة المستقبل، سلام للمستقبل، الوضع خطير ووحدتنا حصن الجيش. أهوجي يحذر من تفلت الوضع ومفاوضات لانسحاب المسلحين من عرسال وتحرير الأسرى.
أكثر من 120 شهيدا في اليوم 27 للعدوان، والأمم المتحدة تحذر من كارثة إنسانية حقيقية. مجزرة إسرائيلية جديدة في غزة تروع واشنطن. مجلس جديد لقيادة الثورة السورية، مجزرتان للأسد قرب دمشق. المشنوق يرفض المزايدات الشعبوية. أنباء عن سقوط سد الموصل، وثوار بغداد يحصلون على صواريخ مضادة للطائرات. داعش تفاجئ البشمركة وتستولي على سنجار. وختاما في المستقبل، أكد أن خادم الحرمين يكون الاحترام والمحبة للعراق ووحدته. علاوي للمستقبل، إيران جزء كبير من المشكلة. جولتنا بتتابع مع عناوين صحيفة الأنوار، يلي بدورة كمان بتنشر صور وأسامي شهداء الجيش اللبناني يلي منعزي اليوم أهليهم ومنعزي لبنان بسقوطهم. بالعنوان الرئيسي، الجيش يواصل المعركة ضد المسلحين، وأهوج يؤكد خطورة المخطط العدواني. ولي عهد أبو ظبي يلتقي عاهلي السعودية والبحرين. بقلم المحلل السياسي، الحكومة تحتاج إلى من يغطيها، فكيف توفر الغطاء للاستقرار الأمني؟ إدانة دولية للمجزرة الإسرائيلية الجديدة في غزة. معارك عنيفة في القلمون والغوطة وغارات على حلب. مسلحو داعش يسيطرون على سد الموصل. 22 قتيلا بمعركة السيطرة على مطار العاصمة الليبية. وبالأخبار الاقتصادية، صفقات ب 20 مليار دولار في القمة الأمريكية الإفريقية. من الأنوار إلى عناوين اللواء، الجيش يتعامل بحزم مع فخ عرسال، الأولوية لاستعادة المفقودين وطرد المسلحين، سلام يجري اتصالات لتسريع تسليم الأسلحة الفرنسية، والقيادات الإسلامية تطالب مسلحي النصرة بالمغادرة. بمقابلة مع النائب المجدليني للواء، بعناوين هالمقابلة العناوين الرئيسية، كل الدعم للجيش اللبناني لحماية عرسال، مبادرة الحريري لرفض تجميد الاستحقاق. واليوم في اللواء مقالة بقلم صلاح سلام بعنوان عرسال معركة وطن وكيان. العدوان يترنح على الأرض وحماس في القاهرة. إدانة دولية لمجازر الأونروا وأربعة شروط فلسطينية للتهدئة. لا حياة لمن تنادي بلا مياه. مأزق السلسلة، الإفادات خلال يومين والتنسيق لتصعيد الاعتراض. شكوك حول انطلاق عمل البرلمان الليبي الجديد اليوم. القاهرة تلم الشمل بوفد فلسطيني موحد، الأحمد لللواء، العدوان وحد موقف القوى الفلسطينية. وختاما، داعش يصل سد الموصل ويفجر مرقد الست زينب بسنجار. جولتنا بتتابع مع عناوين صحيفة البلد، الجيش يتصدى للهجمة الإرهابية ولا يساوم. والصورة اللي تابعة لهالعنوان صورة رئيسية بصحيفة البلد، لعناصر الجيش اللبناني عم بيعززوا انتشارهم عند مدخل بلدة عرسال مبارح للتصدي للمسلحين الإرهابيين. في عناوين أخرى بصحيفة البلد، الدولة الإسلامية تتحدى الأكراد. مجزرة في الأونروا والفصائل تتوحد. اجتماع السراي بحث أحداث عرسال، لا تسوية على حساب الجيش. بترجمة لعناوين الصحف الأجنبية، بنبدأ مع ديلي ستار وبعنوان الرئيسي، الجيش يتعهد إنهاء معركة عرسال خلال 48 ساعة. حزب الله يمتنع عن التدخل في الاشتباكات لتجنب تداعيات طائفية. داعش يهزم القوات الكردية. ومن الديلي ستار نتابع مع لوريان لوجور وبعناوين اليوم، الجيش يدخل في الحرب بالعنوان الرئيسي، وتحتها العنوان بدء المعركة ضد الإسلاميين في عرسال، 10 شهداء للجيش، 32 جريحا و13 مفقودا. ستكون المعركة طويلة ومكلفة في حال وقف الهدنة الهشة. مقبل يؤكد للوريان لوجور، لا تنسيق بين الجيش وحزب الله، التوترات الطائفية تتفاقم. نتابع جولتنا مع عناوين صحيفة الشرق، تضامن وطني شامل مع الجيش ومجلس وزراء استثنائي اليوم، آلاف الإرهابيين الغرباء يغيرون على المواقع العسكرية وشهداء وجرحى وأسرى ومفقودون. الجيش يوقف الهجمة على لبنان، أي تفلت ينذر بخطورة كبيرة لن تكون الجغرافيا كلها بعيدة عنها. ضمن رأي الشرق بقلم عون الكعكي، أنصر أخاك ظالما كان أو مظلوما. وبالصورة الرئيسية صورة للقائد العماد جان أهوجي متحدثا بمؤتمر صحفي، وصورة بعنوان الهجمة ليست بنت ساعتها. من الشرق إلى الشرق الأوسط، توافق فلسطيني على أولويات التفاوض وإسرائيل تماطل. واشنطن، استهداف مدرسة الأونروا عمل مشين لا تبرير له، مقتل 120 فلسطينيا.
1500 نازح وتدابير عسكرية في الشمال والجنوب لتطويق التوتر. الجيش اللبناني يستعيد المبادرة في عرسال وقائده: الهجوم كان مخططا. تحذير من كارثة إنسانية في سنجار بعد سقوطها بيد التنظيم. داعش يقترب من سد الموصل بعد انسحاب البشمركة. عمرو موسى: لن نسمح بدويلات متطرفة على حدود مصر الغربية. وختاما بالشرق الأوسط، وزير خارجية المغرب: لا مرجعية ثابتة للأمم المتحدة بشأن حله. مزوار للشرق الأوسط: الجزائر ترهن مستقبل المنطقة المغاربية بسبب نزاع الصحراء. جولتنا بالتابع مع عناوين صحيفة الأخبار: غزة تستعد لإعلان النصر، ولجنبلاط يرى بعيني حزب الله خطر البغدادي القادم عبر الحدود. ومن الأخبار إلى الجمهورية، المحطة الأخيرة ضمن جولتنا على العناوين السياسية، وبعنوان الرئيس اليوم: الجيش لن يتراجع أمام الإرهاب، مع صورة بترافقها العنوان لقائد الجيش العماد جان أهوجي. وفي عناوين أخرى: أبو اللهاب والحلول في أيلول، فضيحة مياه العاصي ولبنان يبحث عنها في تركيا، إسرائيل تواصل مجازرها في غزة، وختاما: لماذا استدارت الدولة الإسلامية نحو كردستان. ومعها العنوان بنوصل لختام جولتنا على العناوين السياسية. واسمحوا لي بختام هالجولة نرجع نعزي مرة تانية لبنان وأهالي شهداء الجيش اللي سقطوا، وأيضا شهداء المدنيين، على أمل أنه يخرج هالجيش من هالمعركة منتصر مثل ما قلنا بالعادة نشوفه. بريك أول بحلقتنا، بنرجع نتابع أخبار الصباح، خليكن معنا. حلقتنا بالتابع ومحطة مع أبرز المواعيد الثقافية وضمن العروض، عروض الأفلام الأسبوعية يلي بتنظمها جامعة سيدة الويزي. اليوم الاثنين أنتم على موعد مع فيلم بعنوان ريد، بيعود لسنة 94 للمخرج كريستوف كيسلوفسكي. رح انتقل للمعارض، نحن عم نشوف مشاهد من الفيلم. Si on retire les trompettes, إذن ضمن الثلاثية يلي هي بلو بلان روج، اليوم رح نشوف بلو لكان الفيلم يلي رح ينعرض، ورح يتلي عرض الفيلم حلقة نقاش مع الناقد السينمائي أميل شاهين. رح تابع مع المعارض ايجن ارت، هو معرض مستمر ل 31 اب بالارت لاونج ببيت الدين. هالمعرض فيكن يعني بس تقصدوا قصر بيت الدين تدخلوا له من الساعة 12 الظهر للساعة 7 المساء، ورح يتضمن مجموعة مميزة من المنحوتات البوذية، قطع المفروشات والرسومات العائدة للشرق الأدنى من أكثر من بلد، قطع فريدة إذن بهالمعرض. رح يبقى ضمن إطار مهرجانات بيت الدين، ب 7 8 و9 الشهر أنتم على موعد مع أنتيغون لوجد معوض بالاشتراك مع برتران كونتا. Des choses que l'on aimerait dire aux gens que l'on a aimés et qui nous ont aimés, leur dire pour les aider une dernière fois, leur dire des choses, les armer pour le bonheur. Voilà un enfant est sorti de ton ventre et depuis tu marches la tête dans les nuages. Ne tombe pas, Nawal, ne dis pas oui, dis non, refuse. Ton amour est parti, ton enfant est parti, il a eu un an il y a quelques jours seulement. Tu vois, tes yeux se mettent aussitôt à couler. N'accepte pas Nawal. N'accepte jamais. رح تابع مع بيروت تشامبر كوير يلي بيعطيكم موعد الليلة الاثنين الساعة 8 المساء بسهرة بعنوان نورذرن لايتس بالاسمبلي هول بالحمرة.
لكل المهتمين بالصناعات اليدوية التقليدية معرض بعنوان زوال ببيت ببيروت من التنين للسبت من الساعة 11 الظهر للساعة 9 المساء. هالمعرض المستمر لعشرة أيلول رح يتضمن حرفيات أشغال يدوية، أرتيزانا، سجاد فرش، زجاجيات وسيراميك لمجموعة من الفنانين اللبنانيين. رح تابع مع المهرجانات والأربعة 6 الشهر الساعة 8:30 المساء سهرة بتجمع الموسيقى التقليدية، الموسيقى الأثيوبية، الجاز، الفانك، الريغي والموسيقى اللاتينية الشرقية مع مولاتو أستاكي وإبراهيم معلوف. رح تابع مع كابريولي فيلم فاستيفال خميس 7 والجمعة 8 الشهر من الساعة 8 المساء بعروض لعدد من الأفلام القصيرة والوثائقيات هالمرة ببيبلوس. بيبلوس بيبلوس جبال بيبلوس بيبلوس جبال كيانا بيبلوس جبال يلا ضافر يوسف بمهرجانات بعلبك بعشرة الشهر لكل محبي الأورينتال جاز موعد معه لكن بعشرة الشهر بمهرجانات بعلبك. ختم مع مهرجانات ذوق مكيل الدولية ومع عمل بعنوان نسيج بيجمع مايك ماسي اياد وساري خليفة والموعد 7 اب. هيك بنكون ختمنا جولتنا على المواعيد الثقافية، رح ناخذ تفاصيل عن أحوال الطرقات بهاللحظات مع جوال. رح نعمل جولتنا المعتادة عبر الكاميرات مثل العادة اليوم الاثنين، بعتقد رح بتكون الطرقات عاجقة نوعا ما أكثر من اليومين اللي شدناهم الويك إند. من جسر سليم سلام بداية حركة ناشطة بالاتجاهين، بنروح إلى الزلقة كمان حركة كثيفة خاصة باتجاه بيروت، أخف على رون بوان صيدا، ومن صيدا بنروح على جوني حركة كثيفة وناشطة مع بعض توقف خاصة باتجاه بيروت بعكس الاتجاه المقابل، ناشطة إنما من دون توقف على كافة الاتجاهات بمثلث خلدي. الرقيب أول توني بشعلاني معنا من غرفة التحكم للمرور، صباح الخير. صباح النور جوالي، يعطيكم ألف عافية. وأنت كمان تفضل. نعم، بالنسبة لوضع السير عندنا حركة صباحية ناشطة من جسر غزير باتجاه نفق نار الكلب. نعم. لتكمل حركة السير كثيفة مع توقف من طبية مرورا بأونتلياس جل الديب نهر الموت. نعم. باتجاه الكارنتينا شارل حلو. المدخل الجبلي عم يشهد حركة سير ناشطة باتجاه الصياد. المدخل الجنوبي كثيفة على مثلث خلدي باتجاه الأوزاعي وأنفاق المطار، وكثيفة باتجاه شويفات الحدث كالوريا سمعان. نعم. بولفار سن الفيل الإشارات عم يشهد بالأثناء حركة سير ناشطة باتجاه الصالوم الحايك، وكثيفة من الحايك باتجاه جسر الواطي. ضمن بيروت بعد الحركة ناشطة من المدينة الرياضية باتجاه جسر الكولا نفق سليم سلام. العدلية، المتحف، البربير خاصة كمان كورنيش المزرعة بعد الحركة ناشطة. أما جسر العدلية عم يشهد حركة سير كثيفة باتجاه الأشرفية. الكورنيش البحري على طول عم يشهد بالأثناء حركة سير طبيعية. نعم، حوادث سارية اللي صارت بين مبارح واليوم صباحا. نعم، سجل عنا خلال 24 ساعة الأخيرة 11 حادث نتج عنه قتيل و15 جريح، يعني مبارح كان اليوم هادئ كتير بالنسبة للحوادث، بس للأسف نسبة الحوادث ارتفعت خلال الليل.
اسمحي لي هون ارجع ناشد المواطنين الكرام، مشكلتنا على الطرقات هي عدم التلهي واستعمال الهاتف اثناء القياده، كرمال هيك التلهي بيقتل، ما تكتب وتسوق. نعم نعم بتذكر تفضل. بدي أذكر المواطنين الكرام للتواصل مع غرفة التحكم بالمرور، الاتصال على 1720 أو عبر تويتر TMC ليبانون. نعم صدر قانون جديد بس بعد ما بلش العمل فيه الأسبوع الماضي، سألناكم برجع بكرر، عندك أي فكرة أي متى رح يبلش العمل بهذا القانون؟ نحن أكيد قبل بوقت بيوم يومين من في دعنه نحن، بس منه قريب. نعم هذا الشيء مش قريب، يعني مش قريبا. نعم. رح يبلش العمل. نعم فيه. صح قريبا بإذن الله. نعم طيب أي تحويل طرقات، أي إجراءات على الطرقات، أشغال؟ نعم. بالنسبة للأشغال نحن كل يوم بيمرق بيكون عنا أشغال ضمن الأراضي اللبنانية، بس نحن عطول منضوي على الأشغال المهمة يلي بتسبب لنا عطول ازدحام للسير، خاصة على الأوتوسترادات يعني وضمن بيروت الكبرى. نعم. في عنا بين منطقة صوفر وساحة بحمدون في عنا أعمال توسيع الطريق الدولية مستمرة. نعم. بالمكان، وعلى اوتوستراد الرئيس ايميل لحود باتجاه الكارنتينا في اعمال التصفيت، يعني باذن الله حسب ما فدونا اليوم لازم يكون اخر نهار تصفيت. نعم بكل الاحوال بنرجع ناخذ كل التفاصيل منكم بكره باتصالنا معكم. الرقيب اول توني بشعلاني، شكرا لمداخلتك اليوم، يعطيكم الف عافيه. نحن رح توقف مع فاصل اعلاني ومن بعده منتابع اخبار صباح. بذكركم ضيفنا لليوم هو الصحافي والمحلل السياسي اسعد بشاره، لنحكي معه الوضع الامني بشكل عام بلبنان وعرسال تحديدا. بريك ونرجع نتابع اخبار صباح. صباح الخير. أخطأ من اعتقد أنه قادر يضرب هيبة المؤسسة العسكرية، والخطيئة الأكبر من حاول ويحاول خلق الفتنة بين عناصر الجيش وأبناء عرسال. فعرسال الحدودية هي خط الدفاع الأول والحاضنة للمؤسسة العسكرية، محاولة نقل الصراع من سوريا إلى لبنان، مشروع ما انتهت فصوله بعد، ولكن جيشنا يبقى السد المنيع أمام كل المحاولات لضرب النسيج اللبناني، أمام المخططات الفئوية والسلاح الطائفي ولغة المحاور، قسم واحد بيجمع أوصال الوطن المشردمة، شرف، تضحية، وفاء. صباح الخير من جديد. بصيرنا نستضيف الصحفي أسعد بشارة، أهلا وسهلا فيك بأخبار الصباح. أستاذ بشارة معك رح نحكي يعني عن الوضع الأمني، عن حرب الجيش على الإرهاب في عرسال والتطورات السياسية والأمنية، ولكن بالبداية رح نبدأ مع أول تقاريرنا. حادثة الاعتداء على الجيش اللبناني نهاية الأسبوع شغلت كل اللبنانيين، فالمس بالمؤسسة العسكرية هو ضرب لمشروع بناء الدولة ومحاولة إعادة عقارب الساعة إلى الوراء لمصلحة الدويلة. فالإنجازات يلي حققها الجيش اللبناني جمعت حوله كل فئات الوطن وأسقطت مفهوم السلاح الفئوي والميليشياوي يلي فقد كل مبرراته. المستفيدين من ضرب الجيش كتار، ولكن اللبنانيين حسموا خيار لا بندقية خارج الدولة ولا صوت يعلو إلا صوت الجيش اللبناني. تقرير للزميلة رولا أمين الدين، من تابعه سوا. رشوا الكل العسكر طل قلوب احتل بإيمانه، وبدو يضل السيف يسل ويحمي الكل بلبنانه. رشوا الكل العسكر طل قلوب احتل بإيمانه. ما بدنا يفوتوا متلحين على سوريا على لبنان يخربوا هالبلد، خلي بلدنا نضيف مثل ما خربوا بسوريا بدهم يخربوا بلبنان. نحن بدنا الأمن والأمان والاستقرار، حاجة العالم حرب. بتسألين لا ينقلوها للبنان؟ ما كل رجال لبنان بالجيش، ما هو اللي حامي لبنان؟ حامي الغربية ولا المتلحين؟ نحن جاهزين بلبنان 100,000 شاب نطلع نقاتل مع الجيش اللبناني وين ما بيكون، بس قائد الجيش يقول بدي ناس تقاتل كل الناس بتروح تقاتل مع الجيش. مهما سود الليالي السود على كل الطرقات، بدي اسود الجيش تعود ونفرح بالسهر. يا عسكر بقلوبنا رح بتعيد جنوبنا، باعش
ترد الناس ما. عن جديد بيوقع الجيش بدائرة الاستهداف وبترجع رسيل لا تترأس قائمة الخطر، وبعود المواطن اللبناني لا ينتظر الخبر العاجل حول الاشتباكات وحصيلة الشهداء وأخبار عرسيل مع كل مرة عم تدفع فاتورة وجودها على حدود. هذا الجيش لا يحمي البلد لحتى يشيل العصابات الموجودة اللي جاية من برا ومن هون ومن هون من كل الميلات من الفئتين. داعش وجبهة النصرة ما إلهن رب ولا إلهن ديانة، مفترض كل الشعب اللبناني بكل فئته الطائفيه والمذهبيه يتضمن مع الجيش. نحن ضد المسلحين، نحن مع السلاح الشرعي، ضد السلاح الغير شرعي. نحن بدنا نعيش بامان، نحن ما بقى نتحمل اي تبعيات خارجيه. لانك محبه ولاني ايمان رح تبقى بهالدنيا وطن الانسان. بكره منتلاقى بالصبر كل الطرقات تبقى مدوعي. عرسيل يعني بعيدة عن لبنان، ما هي لبنانية، ليش بدنا نتركها لحتى لهيدي الفوضى لشو اسمه للمسلحين او لشو اسمه؟ في نساء عم بتدزوا من فوق ومن هون ومن هون لحتى يخربوا لبنان. حزب الله طلع على سوريا، طلع هويك على سوريا، طلع اجوا هويك كان ينتقموا منها. لما يتدخل فوق ما صار شيء بلبنان. عفا يا عسكر لبنان، عفا يا عسكر لبنان، يا ابو سنود المسمية، يا ابو سنود المسمية، وتتغوى ارزة لبنان فوق جبال الحرية، تتغوى ارزة لبنان فوق جبال الحرية. يا خضرة ترقص عم طلوا بحكايات العز الطل، وتمن تسلوحة للكل وعبيوت الكل تفيه. استهداف المؤسسة العسكرية هو استهداف للوطن أجمع، ولكل عائلة إلى عنصر أو جندي بالجيش. وبجولة بمنطقة شحيم صرخة وحدة وموقف واحد أكد على تضامن الجميع مع الجيش اللبناني ضد أي عصابة أو جهة مسلحة توقع الوطن وجيشه بفخ السياسات الخارجية واللعبة السياسية. طيب العسكرية كلهم طلبوا على الحجز، يعني هيدي خطورة كبيرة. سلفي طلبوه بالجيش لحتى انه يحارب عشان الجيش، بدي يحجزوه يعني انه بعرسال، بس احنا خايفين كتير عليه. الله اني ابني كمان ترك ابن الدولة وحمل حاله فل من وراء هالحرب العمالي بيصير، يعني كل واحدة الام بدها تخاف على ولدها. أهل عرسيل الله يعينهم، الله يعينهم على الظروف اللي عم يمروا فيها، ظروف صعبة يعني من ناحية اقتصادية ومن ناحية أمنية ومن ناحية أنه مش عم يهدي لهم بال. ما بقول بس إلا كلمتين، الله يحمي الجيش والدرك، هول اللي حامينا بلبنان. زعلانين كثير على الشهداء، الله يرحمهم، شهداء الجيش أكيد. لا أنا رح خاف لأنك معي، ولا أنت بتخاف لأني معك، صرنا الغني نطروك يا وطني من قلب الدمار. ندحتك ندحتك يا وطني، لا تصدق اللي صار. استاذ اسعد بشارة اهلا وسهلا فيك مرة جديدة معنا باخبار صباح. يعني كنا عم نحكي تحت الهواء كيف ملفت ودارت تطلع بالجيش اللبناني يلي بنتمنى انه الله يحميه. بدي اول شيء تعليقك على التقرير. مؤثر، لانه اي نقطة دم تنزل من جندي او ضابط بالجيش اللبناني هي خسارة لنا كلنا، لكل البلد. انا اللي اثرني اكثر شيء انه شهداء الجيش سقطوا بداخل الاراضي اللبنانية مش على الحدود. هيدي نقطة كثير كثير مهمة. الشيء اللي عم نشهده اليوم هو وكأنه كل هالتفكك اللي عشناه بموضوع أضعاف الدولة، إسقاط منطق الدولة، إسقاط المؤسسات، ما بدي أرجع للسبع أيار، ما بدي أرجع لإجبار الجيش على أن يكون في مواقع لا قدرة له على تحملها.
استباحة الحدود، إزالة الحدود بين لبنان وسوريا، تعريض لبنان للخطر، الدخول إلى الملف السوري، استيراد اللهيب السوري، هذا كله اليوم نحن عم نعيش نتائجه اليوم. الحل كيف يبدأ؟ الآن عندنا مشكلة كتير كبيرة بعرسال، في مسلحين بعرسال يجب أن يخرجوا من عرسال ويريحوا عرسال ويرجعوا إلى سوريا سواء أي لأي جهة انتموا. الحل يبدأ من هنا بإخراج هؤلاء المسلحين إلى خارج الحدود. الجزء الأساسي من الحل يكمن وهو لا يتجزأ بضبط الحدود، وضع الجيش حيث يجب أن يكون على الحدود، منع مرور أي إن كان بالاتجاهين إلى سوريا ومن سوريا. هذا هو اللي عم نحكي من بداية الثورة السورية، كي لا يستورد العنف إلى لبنان والأزمة إلى لبنان، وكي لا ندفع ثمن بهؤلاء الشهداء الأبرار. الحقيقة للأسف عم ندفع هذا الثمن، ولكن الوقت لم يفت بعد. هل يتراجع حزب الله عن الخطيئة الكبرى بالذهاب إلى سوريا؟ هل يتخذ قرار في مجلس الوزراء بنشر الجيش على الحدود من عرسال جرد عرسال لغير عرسال للشمال، لأنه في عنا أزمة بكرة بالشمال وعلى كامل الحدود اللبنانية السورية؟ هذا هو الحل. بالتالي الكلام عن شيء بقرة اسمها عرسال، هذه بقرة كبيرة وخطيرة جدا هلأ، ولكن إذا لم نقفز إلى الحل الأساسي والشامل، أنا بعتقد أنه بيكون القتال في سوريا قد أدخل لبنان كليا في عملية الحرب. بس استاذ بشارة، هذا الحل عم بينحكى فيه من بدء الثورة السورية لهلأ، ومن بدء تدخل حزب الله بسوريا لهلأ، وما عم بيتنفذ منه شيء، والنتيجة عم ندفعه وبلش ندفعه غالي جدا. مزبوط، ومش مش الحل انه نوقف نحكي بهذا الموضوع، نحن عم نكرره. لا، الحل انه ننفذه. لا، عم نصير مملين بتكراره. نعم. ولكن هل نتعب من تكرار هذا الموضوع؟ يعني انا بدي اقول سيناريوين. اول سيناريو عند اندلاع الثورة السورية، لو كان طبق هذا الامر، لو لم يكن حزب الله ذهب للقتال في سوريا، هل عكس ما يقول النائب ولي جملات اليوم هذه المغالطة التاريخية، هل كنا استوردنا هذا كل هذا العنف إلى لبنان؟ بالتأكيد لا، مع جيش منشور على الحدود، مع إجماع داخلي على تحييد لبنان، مع مؤسسات قوية بالحد المقبول، هل كان يمكن أن يحصل ما يحصل؟ يعني برأيك هو نتيجة لتدخل حزب الله يعني بالوضع السوري الراهن. حزب الله يتحمل مسؤولية إضعاف الدولة اللبنانية. نعم. هذا الإضعاف المتمادي يتحمل نتيجة وصول هالمجموعات الإرهابية. نعم. إلى لبنان. طيب، إذا بدنا نسترجع المواقف الأخيرة، يعني الرئيس الحريري قال الجيش وسائل القوى الأمنية خط أحمر وممنوع الاعتداء عليهم والتهاون بهالموضوع. الرئيس بري بيقول أنه المطلوب ممنوع الميوعة في القرارات. وزير درباس بيقول أنه مجلس وزراء سيخرج بتوفير غطاء سياسي للجيش اللبناني. وشفنا امبارح يعني مواقف النائب جملات بالالتفاف حول الجيش. شو ناقص بعد اي موقف لحتى عن جد يعني يصير واقع دعم الجيش اللبناني حقيقه؟ الجيش اللبناني مدعوم من فئه بطريقه لا لبس فيها، الفئه الاخرى تدعم لفظيا وتزيد عليه وتتلطى وراءه. هذا الشيء اللي عم بيصير. طيب، الدعم هل يكون بانه بمجرد وضع الجيش بمعركة معينة ويجب أن يخوضها؟ أنا مع أنه يفوت على عرسال في الجيش. لما الجيش بيمنع حزب الله يقاتل في سوريا، إيه لازم يفوت على عرسال وغير عرسال، ويفوت على بيتي وبيتك إذا كان في إرهابيين ومسلحين. بس لما بتقعد بتحط الجيش مرغما على أن يشاهد قوافل عسكرية لحزب الله تقاتل وتذهب إلى سوريا، شو بتكون عم تعمل؟ لما بتطبق خطة أمنية أحيان بتترك 17-20 جولة قتال بطرابلس تصير والجيش مش قادر يتدخل، وبأماكن أخرى يعني بيصير فيه العكس تماما. شو بيصير بمكونات البلد؟ شو هذا المشهد؟ شو بيوحي لك؟ بيوحي لك أنه يتم إضعاف الجيش من هذا الفريق بالتحديد. هذا الفريق هو الذي أضعف المؤسسة العسكرية، هذا الفريق هو الذي استباح كرامة المؤسسة العسكرية. اليوم كل اللبنانيين مع الجيش باقتلاع الإرهاب واقتلاع المسلحين، وما حدا موافق على هذا الموضوع اللي صاير بعرسال. وهيدي بعض الفصائل الإرهابية اللي عم بتفوت وتستبيح لبنان تحت ستار، هي تفعل تماما ما يفعله حزب الله الذي ذهب ليقاتل في سوريا بادعاء الدفاع عن لبنان ومنع الأمن الوقائي من عدم. فإذا بهؤلاء يأتون وينفذون ما ينفذه حزب الله تماما، شو لهم شغل بعرسال؟ شو لهم شغل داخل الأراضي اللبنانية؟ نحن اليوم الموقف الأساسي والوطني البديهي الذي لا خلاف عليه هو أن هذه الحدود مضبوطة، لا مرور للمسلحين لا من لبنان إلى سوريا ولا من سوريا إلى لبنان. نعم. هذه هي السيادة اللبنانية. طيب، ما في أي نقاش. عم تحكي يعني عن شيء عن جد ما في أي نقاش حوله، بس عمليا على الأرض يعني هالرفض لدعم الجيش ومرور المسلحين ذهابا وإيابا،
الواقع يعني الواقع المتطرف والإرهابي بلبنان، الأرقام تشير إلى 20,000 داعشي في لبنان. نحن لوين رايحين؟ على أي معركة؟ على أي نوع من المعارك؟ بغض النظر عن الأرقام، الأرقام في بتقول في يعني 1000 2000 3 أو 20,000. الخطورة هي ذاتها. داعش هي حالة سرطانية، داعش هي حالة سرطانية ولدت بفعل البطش في سوريا، ولدت بفعل استعار الحرب المذهبية، ولدت لتقضي على الاعتدال السني. أنا بدي استعرض لك خريطة سياسية لكل ما يصدر عن الطائفة السنية التي يصورها البعض من الفريق الآخر وكأنها يعني كلها داعش. داعش هي مجموعة آلاف من الناس قرروا أن يردوا على العنف بالعنف وعلى البطش بالبطش وعلى الإرهاب بالإرهاب، والإرهابين مرفوضين. بدي أعمل لك خريطة عن الطائفة السنية وقياداتها، عن دار الفتوى في لبنان وفي العالم العربي والإسلامي. أنا لقالي بعرف عن دار لحتى نوضح الأمور أكيد. عن دار الفتوى، عن الرئيس سعد الحريري، عن وزراء الطائف السنة في الحكومة، عن تيار المستقبل، عن الأزهر الشريف، عن المملكة العربية السعودية، عن الأكثرية الكبرى من هذه الطائفة التي ترفض هذا الإرهاب، ترفض هذا الادعاء باسم الدين. هذا ما قاموا به. في المقابل ماذا يقوم النظام السوري وإيران وحلفائهم بالمنطقة؟ شو عم يعملوا؟ عم بفوتوا على الشعب السوري بيطلبوا منه 200,000 حتى يظهر أبو بكر البغدادي بالموصل، ويظهر أبو محمد الجولاني بسوريا، وحتى يحصل يعني حتى يبرروا إنشاء. أصلا أنا ما بدي روح على نظرية المؤامرة أقول أنه فقط إنشاء تركيب مخابراتي، لأنه فيهم تركيبات مخابراتية داعش وغير داعش، إني تركيبات مخابراتية، ولكن رح أقول أنه تطرف ولد فقط لأنه حصل عملية بطش هائلة في سوريا، حصل نوع من الافتئات في لبنان والشعور بالغبن حين اغتيل رفيق الحريري، حين حصل السابع من ايام. حضرتك عم تحكي عن الاسباب بس مش عم تعطي مبرر. اكيد اي مبرر، اي مبرر. الناس كلها ضد الارهاب، في شيء حدا؟ الرئيس سعد الحريري ارهابي وداعش ولا متضرر من ما يحصل؟ اكبر متضرر هو الاعتدال الاسلامي. صحيح. اكبر متضرر، اكبر داعم للمؤسسات هو الاعتدال الاسلامي، مشروع رفيق الحريري، الأغلبية الساحقة من الطائفة السنية. نحن عم نحكي هلأ للأسف بلغة وكأنه عن شيء سنة أو شيء أو كذا، مذهبية منعتذر عنها، بس بكل أسف مش مذهبية. أنا عم بستعرض الوقائع. صحيح، بس عم نفصل الناس بمذهبها دايما. لأقول نعتذر عنها بس لأقول بكل أسف الواقع صار هيك. لأقول أنه هيدي الحملة اللي عم تقام هدفها التضليل. يعني السنة في لبنان أبناء مشروع الدولة، هذا اللي نحن شايفينه ومنعرفه تاريخيا، هذا اللي عملوه وقت حسن خالد استشهد بوجه النظام السوري، وقت استشهد رفيق الحريري لأنه ابن مشروع الدولة. ما استشهد ليعمل لا داعش ولا قاعدة ولا طالبان. بالتالي اليوم هاي المغالطة التاريخية كيف يمكن أن تصحح؟ هذا الفريق الذي يزايد، هذا الفريق الذي انتهك كل المحرمات عبر القتال في سوريا وغير القتال في سوريا وقبل كل المورسات في لبنان، وضع المؤسسة العسكرية في خانة من يدفع الثمن. لا نريد للمؤسسة العسكرية أن تدفع الثمن، كلنا وراها في محاربة الإرهاب، كلنا وراها في محاربة العنف، الإرهاب على أنواعه، العنف على أنواعه، السلاح غير الشرعي على أنواعه، ولكن نحن قدام استحقاق كبير، لأنه إذا استمر هذا الاستنزاف نحن في علامات استفهام كبرى سوف نطرحها حول استمرار الاستقرار بالبلد. ومين بعد بيقدر يهدي البلد لما حزب الله عم بيقاتل بسوريا تحت عناوين مذهبيه وعم يستورد المذهبيه الى لبنان؟ مين بيقدر يهدي هذا الموضوع؟ بس حزب الله ما يعني ما في شيء بدل انه حزب الله رح يتحمل مسؤوليه، مثل ما ذكرت انه هو بيتحمل مسؤوليه، وصار في 10 شهداء للجيش، 35 جريح و14 عسكري مفقود. يعني ما حدا ناطر انه حزب الله يتحمل مسؤوليه. نحن عم نوصف الوضع، عم نقول وتحديد المسؤوليات لحتى يعني يصير في تصويب للصورة العامة اللي عم تنطرح اليوم كل الناس مع الدولة ومع الجيش كليا حتى النهاية. ولكن معالجة النتائج لا تنفي معرفة الأسباب، لأنه معرفة طبعا الأسباب هي التي هي تؤدي إلى معالجة صحيحة. خلينا نأخذ اتصال من الأستاذ بكر الحجيري منسق تيار المستقبل بعرسال، هو اللي تكلمنا معه مبارح، ظهر من عرسال قبل وقوع الاشتباكات وجرب يرجع بس ما قدر لنشوف شو وضعه اليوم. صباح الخير أستاذ بكر. صباح الخير، يعطيك الف عافيه. امبارح حكينا معك واخر الكلام كان انه مش قادر توصل على عرسال، اليوم وينك وشو فيك تخبرنا عن الوضع فوق؟ هذا صحيح، امبارح حاولنا نطلع لفوق، كان عمليات انص كثير قويه على الطريق. بس نحن هلا صار عندنا مشكلتين كبار صاروا. المشكله الاولى او البلده بحد ذاتها والمسلحين اللي فيها، والمشكلة الثانية اللي تهجروا واللي هلأ عم يتهجروا. يعني هلأ في مئات السيارات على طول الطريق،
عم تطلع بعائلاتهم وولادهم وغيرها. وبدأت هلا من شوي مش 10 دقايق كمان عملية رميات غزيرة، رغم انه كل الناس تحت الرصاص عم تطلع. هلا هذا الوضع يعني خلق أزمة كبيرة انه هاي الناس وين بدها تروح، وأعداد كبيرة. بس الواقع اللي صار بالبلدة فوق الأزمة اللي صدمت العالم. وهون بغض النظر عن حزب الله بسوريا ولا قتل العالم وهجر العالم، بغض النظر عن كل هذا الحكي، عرسال وقفت من البداية بشكل واضح وصريح انه مع تقديم مساعدات إنسانية لكل الناس اللي عم تهجر من سوريا، وقدمت لها كل اللي عندها بشرط واحد، انه الجيش هذا من المقدسات ممنوع اي حدا يقرب علي. ومن 4 ايام طلع بيان بسمهالي على السهل قبل ما يفوتوا انه يعني الاعتداء على الجيش هو اعتداء على كل واحد بهالبلدة. رغم هذا كله فاتوا. الازمة الكبرى انه مش بس استشهاد عناصر من الجيش، تشويه بعض الجثث لبعض الضباط، هاي بنم على يعني خلفية ناس غير طبيعية، انه حتى بعض الضباط واصدقاء جدا ولك حتى للثورة السورية ما قتلوهم. فنحن منطالب الحقيقة، انا بالشخصي بطالب انه هؤلاء المسلحين فورا يطلعوا من عرسال يعني. وموضوع الجيش نحن ما في تهاون، مثل ما قلنا من الاول منقوله هلا، هذا جيشنا وداخلنا. الموضوع الاخر انه هؤلاء المسلحين في حدا لازم يتحمل مسؤوليتهم بفوتتنا على السيل، منهم شبه بيقولولنا جيش حر، في حدا مفروض يتحمل هاي المسؤوليه. واذا ثبت حدا داخل بمؤامره لحرق على السيل داخليا لازم يتحمل مسؤوليه. وهي المواضيع بلشت تتكشف، كان دقنه طويلة ولا قصيرة، مين ما كان يكون هذا الحدا. هاي بلدة تهجر للمرة الثانية، بال76 فات جيش الأسد هجرها، وهلأ فاتوا أعداء أو اللي ضده لحظ الأسد كمان هجروها. العرسالة قلنا له ما تحمل سلاح، ما بدنا دم، لا بدنا نقاتل، لا بدنا نعيد حرب أهلية بهذا البلد، بدنا نحافظ عليه من البداية. تواجهنا بالشتم من بعض الشباب المتحمسة، بعدين بلشوا يشعروا انه لا هيك صح. واليوم عرسال ما بدها تحمل سلاح، لا بدها تقتل فلان ولا بتقتل عالفين بهذا الموضوع. وهذا تأكد كل اللي حكيناه كان صح، وكل الاعلام اللي كان يوجه على اهالي عرسال كان غلط. فمفروض في الدولة كمان اللبنانية تتحمل مسؤولية الناس اللي عم يطلعوا. هلا انا عم بحكي هيك لانه مئات العائلات هلا على الطريق وتحت النار. نعم. لوين رايحين استاذ بكر؟ هذا السؤال الاخر، انه هؤلاء وين رايحين؟ تأمل لهم مسكن، تأمل لهم ملجا؟ ما في ولا شيء لحد هلا، ما شيء. حتى عندنا تواصل بالقاع الاوسط، بالقاع الغربي، وبكل المحلات اذا في بيت فاضي لحتى ناخده كله مشغول، مشغول يمكن مش من اهل البلدات يعني. نعم. ففي مشكله حقيقيه انخلقت، المفروض حدا يتهم بحلها، وهي الدولة مسؤوليتها بهالموضوع تحت الخاص المفروض. استاذ حسين، لما نحن عم نحكي على الأزمة اللي داخل عرسال، هي أزمة كثير يعني يعني صعبة وما بيجوز هذا الأمر. هلا الخبرية طالعة إنه الجيش بيوصف أو حدا بيوصف البلدة الساعة 9. شو الخبرية نصها عنك؟ أو إنه بينسحبوا المسلحين أو بينسحبوا أهالي عرسال، وهلا أهالي عرسال اللي عم ينسحبوا. مش نعم. استاذ حجيري سريعا، قدي عدد سكان عرسال؟ قدي في ناس يعني بين 38 و 40 الف بشري. نعم. عرسال. عندك اعداد عن عدد النازحين اللي تركوا البلدة؟ هلا في معك من اللبو الى ساحة عرسال خط واحد، رغم اطلاق النار مش عم بيزيحوا. يعني عم نحكي انت مئات العائلات اللي عم تنزح، اللي عم يحمل ويمشي، شب كميون، شب بيكاب، شب فان، شي الى اخره. نعم. طيب ما تواصلتوا مع المدارس؟ مدارس ممكن من تتأمن لإلهم كملاجئ؟ يعني بدنا نتابع اليوم، بس عم نحكي بالأزمة الإنسانية اللي
وقعت بهالبلدة نتيجة مواقفها اللي حسيتنا. نعم للأسف. استاذ بكر نحن بدنا نشكرك، ويعني نتأمل انه هالايام الصعبة تقطع على خير وتنحل كمان هالأزمة الإنسانية. رح ننتقل لفاصل بعده منتابع حديثنا مع استاذ بشارة. متابعين حلقتنا، وبعد شوي رح ناخذ اتصال من منير ربيع مراسلنا، مراسل تلفزيون مستقبل على تخوم بلدة عرسال. بس بالمعلومات يعني الحديثة، حشود من فوج التدخل في الجيش اللبناني إلى عرسال، والبعض عم يحكي عن فرار للمسلحين. على كل حال خلينا ناخذ تفاصيل من منير. صباح الخير ويعطيك العافية. صباح الخير منير، عم تسمعني؟ صباح الخير. صباح الخير، يعطيك العافية. الله يعافيك منير. كيف توصف الوضع بهاللحظات ببلدة عرسال؟ يعني من ساعات الفجر الأولى وبلدة عرسال عم يخليها أهلها، عم يخلوها المدنيين يلي عم بيروحوا يفتشوا على مناطق أكثر أمن بسبب خفة حدة إطلاق النار بعد ما حكي عن هدنة غير معلنة أو استراحة محارب حسب ما وصفوها أهالي عرسال. يعني هلأ الاشتباكات محصورة ببعض الأعمال القنص بين الجيش والمجموعات المسلحة على بعض التلال، تحديدا في وادي حميد وفي حاجز المصيدة وفي وادي عطا. إذن الاشتباكات هي مقتصرة على الجرود، أهل عرسال عم بفلوا منه ينفشوا على مناطق أكثر أمان. تقريبا صار في حوالي تقريبا 15% من نسبة أهالي عرسال صاروا برات عرسال بحثا عن مناطق أكثر أمن. هلأ في مصدر عسكري بالجيش اللبناني أكد لنا أنه الجيش اللبناني ملتزم بالسقف الذي رفعه قائد الجيش، لا مساومة ولا تراجع بل حسم كل المظاهر المسلحة ببلدة عرسال، خصوصا أنها بلدة لبنانية وهي مسؤولية الجيش بتوقع على مسؤولية حماية هيدي البلدة بتوقع على عاتق الجيش اللبناني يلي هو رح يعيد الأمن والأمان لهيدي البلدة ولأهل هيدي. نعم. البلدة اللبنانية البقاعية. نعم. أيضا هناك نعم سؤال، في معلومات عم تتحدث عن ارتفاع عدد شهداء الجيش اللبناني ل 16 شهيد وعن 20 أسير للجيش اللبناني وحتى عن تقدم للجيش وفرار المسلحين، قد ايه هالمعلومات دقيقة؟ امبارح بالليل كان الجيش اللبناني عم يحرز تقدم نوعي على تلة الكتيبة 83 اللي هي كتيبة عسكرية كان سيطرت عليها الجماعات المسلحة. الجيش امبارح بالليل استطاع طردهم من هذه التلة، كما استعاد السيطرة على عدد من المواقع العسكرية بشكل تام. ولكن اليوم او منذ الثانية فجرا يعني من الساعة 2 الصبح في اشتباكات عم بتصير على جانب او بمحيط مهنية عرسال. هيدي الاشتباكات هي عنيفة نوعا ما واللي كان الجيش طرد المسلحين منها. هلأ بخصوص عدد الشهداء بالجيش اللبناني، هناك معلومات تتحدث عن سقوط 16 شهيد بالجيش ولكن لا بيان رسمي من الجيش اللبناني حتى الساعة، ولكن كل المؤشرات او حسب المصادر المتبادلة تشير الى ان هناك 16 شهيد سقطوا للجيش اللبناني بهيدي المعارك اللي هي دايرة من ما يقارب 36 ساعة. نعم. هلأ حول العداد المفقودين من الجيش اللبناني، في تقريبا 30 عنصر من الجيش هن بعداد المفقودين، لا لم ما قدرنا نتأكد إذا هن أو هن مفقودين، فقط فقد الاتصال. نعم. معهم، يعني ما فينا نحدد إذا أسرى أو معروفين أو غير هيك. اللي بنعرفه أنه مفقود الاتصال مع أكثر من 30 عنصر تقريبا من الجيش اللبناني. نعم نعم. طيب النازحين من البلدة منير، قدرت تتواصل معهم؟ عرفت لوين موجهين؟ قدرت تحكي مع حدا منهم وين رايحين؟ طبعا قدرنا نعمل نحكي أو نعمل دردشة مع الأهالي اللي فايلين من البلدة. طبعا حالة هلع ورعب وزعر، يعني عم بيقولوا هن عايشوا حالة حرب حقيقية، هن رايحين منهم عارفين لوين رايحين. يعني اللي عنده بعض الأقارب ببعض المناطق المجاورة هو رايح لعندهم، واللي ما بيعرف لوين رايح بس بدهم يتركوا البلدة. يعني
هم همون يطلعوا من جو الحرب، هم همون يطلعوا من جو الاشتباكات، همون يطلعوا من هيدا الجو اللي عايشهم بذعر، واللي يعني صار لهم يومين عايشين بحالة يرثى لها. منير نحن بدنا نشكرك، أكيد رح نضل على تواصل معك في حال أي جديد، يعطيك العافية. يعني هون الأرقام منير عطى رقم 30 مفقود من الجيش اللبناني أو غير معروفين على المصير، الأرقام الثانية بتحكي عن 20، يعني الضريبة غالية يعني. والوضع يعني هل هو رح يكون برأيك بحسب المعلومات اللي عندك إياها محصور بس بعرسال لأنه بعض الصحف تحدثت عن مخطط لإعلان الإمارة الإسلامية من عرسال وصولا لمناطق متاخمة لها في البقاع؟ بدها هالقد القصة لا إمارة ولا غير إمارة، في جبهة من القلمون انفتحت لما فات حزب الله على قصير رجع على يبرود، صارت جبهة واحدة على محيط عرسال، صارت المنطقة السلسلة الشرقية وكلها مفتوحة على كل الاحتمالات. لما أنت مش قادر تضبط أرضك مزبوط معناتها انفتحت هذه الجبهة، صارت وكأنها جبهة واحدة. هلأ شو الصعوبة وشو الخطورة بعرسال؟ أنه مقاتلين يعني في شراسة بالقتال، متمركزين جيدا على خطوط تموين، بيقاتلوا ايديولوجيا يعني بالطريقة وكأنه يؤمن وكأنه يقاتل في سبيل الله يعني، وهي والله منه براء اللي بيعمل أعمال إرهابية وأعمال عنفية وإجرامية. وبالتالي أنت قدام معضلة كتير كبيرة، تم استيراد النصرة وداعش إلى لبنان وكان لبنان بغنى عن هذا الاستيراد، هذا هو السؤال المركزي. الجيش عم يدفع ثمن، ليش بده الجيش يدفع ثمن؟ الجيش لازم يكون على حدوده، يعمل نقاط عبور، نقاط مراقبة، ما بيفوت ولا مسلح إلى لبنان. نعم. بالتالي نحن أمام الحقيقه. طيب هل نحن امام تفلت للوضع الامني؟ إيه يعني هل رح نشوف هالمشاهد شفناها بعرسال بمناطق ثانيه؟ نحن لوين قادمين؟ شو السيناريو؟ انا اشك مناطق ثانيه. هلا عرسال لانه هي عم نسمع الحجيري شو خبرنا على الهواء استاذ بكر الحجيري ممثل تيار المستقبل، اهل عرسال ممثل تيار المستقبل، اهل عرسال لا يريدون هذا الامر، لا يريدون المسلحين، لا يريدون هيدا اكيد معنا شك فيه، بس احنا عم نحكي لانه حتى من اسابيع قليله انكتب كمان عن معلومات انه الجيش احبط مخططات للسيطره على سكوناته خاصه بفتره العيد او ما قبل عيد الفطر، انه في معلومات عن مخطط ارهابي كبير يشمل عدد من المناطق اللبنانيه. شو الارهاب كيف بده ينبض؟ ما بده بيئه حاضنه؟ مين البيئه الحاضنه لهيدا الارهاب الذي يلصق بمن؟ الطائفه السنيه بلبنان بدها تعمل ارهاب؟ من انه ينتشروا استاذ بشاره زميلي، الوضع اللي صار قابل امنيا للحل، ولكن بدايه الحل هي مش انه تترك حدودك وتفوت كل شيء فوت لعندك، هذا هو الاساس. اليوم نحن عم نعالج غده سرطانيه، هاي الغده السرطانيه ما كانت موجوده ابدا لو كان في تطبيق خطه امنيه من بدايه ما حصل من احداث في سوريا. بالتالي نعم هلا في الاف المسلحين جوا بالجرود، في الاف المسلحين لما تفتح جبهه جوا بالقلمون وبتطوق يا برود وتترك لهم منفذ الا يفوتوا على لبنان، فاتوا على لبنان على عرسال. بالتالي انت شو عم تكون عم تعمل؟ هيدي اول وصفه لاشاعه الفوضى والعنف على الحدود. ما عادش في حدود. انت عمليا ليش انا استعملت كلمه ازاله الحدود؟ لانه عمليا القتال في سوريا ازال الحدود بين لبنان وسوريا كليا، ما عادش في حدود. بمقالتك عندنا اليوم تفضلي بمقالتك جمعت نقاط تشابه بين داعش وحزب الله، حزب الله بسوريا وداعش بلبنان. طيب ناس عم بتقاتل لجوا لحمايه مقر السيده زينب، ومقر السيده زينب ما حدا اعتدى عليه لا بسوريا ولا بشيء، تحت عنوان مذهبي، وناس جايه تقاتل عندك لانه في صراع مذهبي. طيب ما في اوجه تشابه؟ طيب عنف وارهاب وممارسة البطش والعنف والتنكيل، طيب شو هذا بنسميه؟ هذا تشابه؟ نعم هذا تشابه. في شيء حالة أصولية عم تشتغل على محورين، والمسلمين ضحيتها كلهم سوا، الشيعة والسنة واللبنانيين ضحيتها. نعم الحل هو العودة إلى الدولة. أنا بدي أرجع لك إلى الحل كيف لازم يكون. وجود المسلحين غير مقبول بعرسال، انسحاب المطلوب مش بس الى داخل سوريا، وساعتها بداخل سوريا لا علاقه للبنان بما يجب. لا علاقه للبنان. هذا الحل يجب ان يتم ترتيبه فورا على قاعده انه عمليات الخطف المجرم اللي صارت بحق عناصر الجيش والقتل، اذا صار قتل وتنكيل يعني او استشهدوا العسكر والضباط بحكم الاشتباك يجب التحقيق فيها، يجب ان تسترد هيبه الجيش كامله، يجب ان يطرح فورا موضوع
ضبط الحدود ووضع الجيش على الحدود، والا نحن عم ندور بحلقه مقفله، عرسال بكره غير عرسال، حدود فالته من الشمال الى البقاع. الشمال هي والبقاع الابرز على الواجهه هلا، بس باقي المناطق كمان ما بتخلى من الاشتباكات. طرابلس اخرها بالويك اند كمان ما كانت هاديه كثير طرابلس، بس نحن بظل فراغ رئاسي يعني وضعنا خطير جدا كمان اكثر واكثر. يعني الفراغ السياسي بيساعد على 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 هذه الفوضى التي نعيش فيها. صحيح لا يكفي، لا بالتالي ما بيضبطها، لا يكفي ما في حدا الغطاء يضبطها. الاقليمي الموجود والدولي اللي بيقول ويحيدوا البلد في مظله معينه. امبارح شفنا زياره السفير الامريكي الى قياده الجيش ودعم الجيش، وهذا خطوه اكيد بالاتجاه بتوحي، يعني بتعطيك اول انطباع انه في رفض لانتقال الفوضى الى لبنان، ولكن نحن علينا نقوم بمسؤولياتنا. من يرى مشاهد قوافل القتال باتجاه سوريا اللي عم بيقوم فيها حزب الله بيقدر يتوقع شو اللي عم يصير فينا اليوم بكل بساطه، بيتوقعها ببساطه. قوافل تذهب للقتال في سوريا وانتصارات في سوريا وذهاب للقتال في العراق، وماذا بعد؟ وشو وبعدين عم تستوردوا الفتنه المذهبيه الى لبنان؟ عم تستوردوا الفوضى الى لبنان؟ هذه هي النتيجه. طيب يعني بس نعم أم لا، يعني في إرادة دولية بالحفاظ على حد أدنى من الاستقرار موجود في إذا ما في إلا عناصر داخلية ما بتمشي. نعم يعني على المدى بتفيد على حبة أسبر وعلى المدى القصير. طيب رح ننتقل لفاصل بنزيد ونتابع حديثنا معك أستاذ بشارة. نتابع حلقتنا وبناخذ اتصال مباشر من دكتور نائب عاصم عراجي. صباح الخير. صباح النور. يعطيك العافيه من عزيك بالشهداء اللي سقطوا، وبنتمنى سلام دائما لمنطقه عرسال وطبعا لكل لبنان. بدنا نحكي مع حضرتك عن وضع اللاجئين النازحين اللي عم ينزحوا من عرسال، قدرتوا تتواصلوا معهم؟ قدرتوا تامنوا لهم اي مسكن اي ملجا؟ يعني انا بدي اقوله انه في كميه كبيره من اهل عرسال تركوا عرسال. نعم. وبتعرفي يعني معظم الناس هيدي بيجوا على منطقة البقاع الأوسط، لأنه بالبقاع الأوسط في كتير ناس يعني من عرسال عايشين من فترة طويلة بسواء بأبلياس ببرلياس بتعلبية. نعم. فكلهم هودي بيقربوا بعضهم يعني، عرفتي كيف؟ نعم. فعشان هيك يعني في ناس عم بيجوا لعند قرايبهم، وفي ناس يعني المشكلة وين؟ المشكلة إنه يعني بالبقاع الاوسط ما في محل، يعني لانه في عنا اعداد ضخمه من الناشحين السوريين، يعني بكل الضياع في جزء كبير من اهل الضيعه صاروا سوريين، حتى في بعض القرى الموجوده بالبقاع الاوسط يعني عدد السوريين صاروا اكثر من عدد الناشحين السوريين، صاروا اكثر من عدد سكان الضياع الموجوده. نعم. بالبقاع الاوسط. فعشان هيك ما بتلاقي اي بيت، يعني الاجارات عنا بالبقاع الاوسط صار تقريبا اجار مثل بيروت بسبب مجيء الناشحين السوريين الى البقاع. نعم. عشان هيك من الصعوبه جدا انه نلاقي لهم مساكن يسكنوا فيها. فعشان هيك هن الحزانه يعني هن عبي يعني طلعوا مرغمين من ضيعتهم وعم يجوا لعند قرايبهم عم يحاولوا قرايبهم انه يسكنوهم معهم او شيء. بس في 15% استاذ من اهالي عرسال عم بيتركوا المنطقه، يعني قديش رح تستوعب؟ يعني انا عم بقول لك استيعابهم بشقق او بمراكز سكنيه كثير صعب. نعم. الا اذا كانوا، لانه ما في محلات، لانه من فتره من 3 سنين وجاي معظم السوريين اللي تركوا سوريا اتجاه البقاع يا راحوا على عرسال يا اجوا على بعض الضيع في يعني بي 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 بالبقاع الاوسط. نعم. ما بتلاقي محل تستاجري فيه بالبقاع، فعشان هيك او ما بتلاقي محل تقوي اي حدا بعد بالبقاع. نعم. كنواب للمنطقه دكتور عراجي، هل في اجتماعات في تنسيق؟ يعني الوضع ممكن يطول والناس بدها اكل بدها محل تقعد فيه. يعني امبارح نحن عملنا اجتماع طارئ بناء على دعوه مني ومن مفتي البقاع سمعت الشيخ خليل المايس بالازهر بالبقاع، وكان بحضور جميع النواب البقاع الغربي والبقاع الاوسط ورؤساء البلديات. نعم. وحكينا بالموضوع هذا يعني، وحكينا بوضع انه ممكن يترك ناس من عرسال على منطقه البقاع الاوسط والبقاع الغربي. بالطبع يعني خلينا نحكيها بصراحه بسبب طبيعه شو اسمه الديموغرافيا تبعها يعني. فاللي صار انه نحن يعني من اليوم وطالع بدنا نحاول هلا، لانه صار عندنا مشكلتين، مشكله انه نحاول نوقف الاشتباكات بعرسال
والشيء الثاني انه نأمن مساكن ومأكل ومشرب وأدوية للناس اللي عم تسرق من 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 عرسال وبتجي على لعنا على المنطقة. يعني حقيقة نحن في وضع لا يعني منطقة تبع في وضع لا يحسد عليه، وهذا اجى نتيجة الأخطاء اللي ارتكبت بالحكومة السابقة انه ما قدرت عالجت مشكلة النازحين السوريين بشكل فعال مثل ما عملت الأردن وتركيا. يعني كان مفروض عمل مخيمات ضمن الأراضي المشتركة اللبنانية السورية ويتم لهم حماية دولية أو حماية هلا الشيء اللي صار صار. نحن بدنا نعالج هلا اليوم الشيء اللي عم يصير هو وقف الاشتباكات وتأمين بيوت ومساكن للناس اللي حيتركوا عرسال. نحن في عنا عدد كبير من أهل عرسال عايشين بالبقاع الأوسط من فترة طويلة، بيشتغلوا بالزراعة، بيشتغلوا بال عندهم يعني شغلهم بالبقاع الأوسط. يعني حتى في بعض القرى بيسموها أحياء العراسنة. فعشان هيك يعني نحن بدنا نحاول اليوم على طريقتين، وقف الاشتباكات وكمان تأمين المأكل والمسكن لبعض النازحين من عرسال. دكتور عراس يعطيكم العافية على كل الجهود اللي عم تقوموا فيها. شكرا لك، شكرا لاتصالك. يعني الواقع المر يعني انه لبنان قدر يستوعب يعني ثلث سكانه نازحين سوريين وما قدر يستوعب تهجير داخل الوطن، نزوح الداخلي يلي يعني هو صعب جدا ومؤسف يعني ومضني لهالناس. وضع انساني سيء اكيد رح يكون لانه عرسال كبير يعني منا سهل ابدا، 35,000 انسان. بالتالي عشان هيك لازم يكون في تسريع لحل الوضع بسرعة في عرسال وعدم تسبب بكارثة إنسانية، لأنه 30,000 إنسان عم تهجرون، وبعتقد فيش أرقام دقيقة عن موضوع قديش عدد النازحين السوريين، بس عشرات الألاف أكيد. البعض بيقول 100 فوق 100,000 شخص بداخل عرسال. ما بعرف كيف القدرة الاستيعابية، كيف قاعدة هالمجموعة الكبيرة من البشر ببلدة بهالحجم، ما بعرف. بس نحن قدام معضلة كتير 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 كبيرة صعبة تسببت فيها هيدي الأزمة. اليوم اجتماع لمجلس الوزراء بعتقد على الساعة 12، يجب انه ان يتخذ قرار طبعا بدعم الجيش بتغطية الجيش، ولكن هذا غير كافي. هذا الحل الموضعي، عرسال هي حل موضعي. الحل الجذري مثل ما سبق لنا ومثل ما سبق رح نكرر ومثل ما نرجع نكرر، الحل هو ضمان سيادة البلد عبر ضمان الأمن بشكل جذري. نعم برأيك ما في تغطية استشارة، ما في تغطية للجيش لهلا ناطرين مجلس الوزراء؟ لا في لا في تغطيه كامله للجيش، لا في تغطيه. امبارح كان الاجتماع كان واضح الكل مع الجيش مع المؤسسه العسكريه، ولكن انت عم بتقول للجيش بموضوع ارسال كما كان، بس عم تنظر الى جزء من المشهد. انت لما بتسكر الحدود وبتمنع تحويل منطقه ارسال وجرود ارسال الى جبهه واحده مع منطقه الاقاليم، هل احنا امام يعني في معطيات بتقول رح يتخذ هذا القرار باقفال الحدود وانتشار ما في هيك شيء؟ ما في، نحن عم نحكي الشيء اللي لازم يصير، عم نحكي الواقع، عم نحكي للرأي العام بكل المكاشفة. لا لأنه هذا القرار بيتخذه حزب الله، بيقول بدي انسحب من سوريا لأنه أنا فت بفيتنام جوا، وما بعرف يعني القتال بسوريا هو كارثة على حزب الله قبل يعني بنفس الوقت اللي هو كارثة على لبنان، يعني كارثة بالاتجاهين. بالتالي الاستمرار بهذا الخطأ إلى أين سيؤدي فيما بعد؟ أنا بعتقد سيؤدي إلى نتائج أكثر فداحة، وللأسف مش قادرين ناخذ. هيدي الحكومة هي ائتلاف بين طرفين، مش حكومة اتخاذ قرار. صح. رح ننتقل عند زميلنا سلمان سريدين ضمن كلام بيروت لنعرف أكثر معه عن ملفات النهار، ومن صبحه بالخير ومن صبح ضيفك كمان أستاذ نوفل ضو. صباح الخير. صباح الخير أستاذ ضو، أهلا وسهلا فيك. شو كمان صار في تمدد على السياسة؟ انتم متمددين، نحن هيدا الواقع برمجنا بلاش من 8 سنين. لا بس خلوكم قبل سلمان ورولا استاذ نوفل عم بروج للتمديد. بس على كل حال متاخر كثير. وين وينك يا اسعد، وينك عايش؟ استاذ ضو على كل حال اكيد البرنامجين بيكملوا بعضهم بتغطية شاملة وكاملة للوقائع يعني الأنية السياسية والأمنين. احنا كنا نتمنى نغطي طبعًا ثقافة وفنون طبعًا، يعني بس بكل أسف الواقع مؤسف. سلمان تفضل. صباح الخير لألي ولجوال لأستاذ نوفل ولا ضيفكم أستاذ أسعد بشارة. رح نتابع من يلي عم بتقولوه إلي الواقع الميداني، وضع الأهالي بمنطقة عرسال، العملية العسكرية التي يقوم بها الجيش اللبناني. كنا يعني من مبارح بموضوع العسكري اليوم، ومبارح طلع المواقف وهذا كان متوقع، وللأسف في نوع من التناقض بمقاربة هذه العملية العسكرية. هل هو مخطط إرهابي؟ هل هو يعني ما الذي يجري اليوم له أهداف
أخرى غير موضوع يعني هذا المخطط أو أنه إلقاء القبض أو أنه مجموعة مسلحين إرهابيين قدموا إلى لبنان. أيضا المواقف من أنه كان في رعاية هناك جهات خارجية من أنه فعلا هناك استهداف للبنان. أيضا بموضوع الإرهاب رح ننتقل نتحدث عن موضوع مبادرة الملك عبدالله وموضوع الإرهاب تحديدا مكافحة الإرهاب المسيحيين في العراق والموصل، وبالتالي هذا الارتباط بكل ما يجري والخوف من انتقال هذا الفكر الأسود كما وصفه النائب وليد جنبلاط إلى لبنان. نعم شكرا لك سلمان. إذا دقائق قليلة ومنتابع كلام بيروت أرضيا وفضائيا مباشرة من بعد ما نختم أخبار صباح. مثل العادة المشاهدين بأمريكا مذكركم فيكم تطلعوا على البرنامج من خلال الويب سايت اللي عم بيقطع بأسفل الشاشة. نعم بآخر تحديث للوضع بإرسال اشتباكات عنيفة بين الإرهابيين والجيش اللبناني اللي عم يتصدى لهم برأس السرج بجرود عرسال. أستاذ بشارة نحب نشكر حضورك معنا وإن شاء الله الساعات المقبلة تكتب بانتصار جديد للجيش اللبناني على الإرهاب، أهل عرسال يرجعوا لبلدتهم آمنين سالمين والأيام اللي جاية تكون أفضل. شكرا لك. أخبار الصباح خلص اليوم، بكرة لقاء جديد. بكرة لقاء جديد بنتمنى بداية هالأسبوع تحمل معه أخبار حلوة، السلم والأمان للبنان واللبنانيين. نشوفكم بكرة. باي باي.